أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. نتقدم إلى مولانا صاحب الأصل والزمان، فدته نفسي والنفوس بأحر آيات العزاء، بمناسبة استشهاد جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإنسان العظيم الذي لا تجد له في طول التاريخ وأرضه، ومن بداية الخلق إلى نهاية الضيع، في حلمه، في كرمه، في أخلاقه، في شجاعته، في صبره، في آلامه، بكل سكون وحركة منه بأبي هو وأمي، كل شيء منه يعد معجزة لذي عيني وللذي يريد الحق فيتبعه، ولا يتبع الذين ظلموه وآذوه ومهدوا لقتله بأبي هو وأمي. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولاية هذا الإمام العظيم، والبراءة من ظالميه وشانئيه ومغتصبي حقوقه، إنه سميع عليم. وصل بنا الكلام إلى مفطرية البخار الغليظ للصائم، من بعد ما أنهينا مفطرية الغبار الغليظ، الآن نأتي إلى مفطرية البخار الغليظ، يعني بحيث إذا عد هذا البخار ماذا؟ سائلا يشرب، بحيث تتكثر، تتجمع هذه الجزيئات السائلة فتصير مثل الماء، كأنما ماء تنشرب. فمن هنا إجى الإشكال، وقال الفقهاء بماذا؟ بمفطريته، من هنا جاء الإشكال. فنقول إنه البخار الغليظ مثل ما قدمنا، ودخان السجاير، دخان السجاير أو التبغ أو غيرها، هذه كلها عند السيدين مبطلة للصيام على الأحوال، يعني عندهم أدام الله بقائهم، عندهم إنه شنو مبطلة للصيام على الأحواط، احتياط وجوبي. أما هذا البخار الموجود بالحمام، البخار اللي ما يسمى بخار غليظ، بخار بسيط، بخار غير غليظ مثل موجود بالحمام، فهذا لا غير مفطر للصيام، غير مفطر للصيام. أما عند السيد السيستاني يقول إنه هذا البخار، هذا البخار إذا ما يصدق عليه أجزاء مائية صغيرة
إذا ما ينصدق لأجزاء مائية صغيرة يقول فالأحبط استحبابا. بين شنو هذا المصطلح سابقا لمن أراد الرجوع في بداية الدروس. يقول الأحبط استحبابا أنه شنو يجتنب عنه إذا ما يؤد أجزاء سعلي عن البخار الغير غليظ. أما عند السيد الشيرازي فيقول لا ما بي أي إشكال. نجي إلى المسألة الأخرى. المسألة الأخرى تتكلم عن هذا المفطر الآخر وهو رمز تمام الرأس بالماء، أنه شخص يجي ويدخل تمام رأسه بالماء، والمقصود بالرأس هو هذا الذي هو فوق الرقبة، يشمل حتى الشعر ما فوق الرقبة، هذا كله يعد رأسا. فهذا إذا أجى الصايم ودخل كل رأسه بالماي، فهنا عند السيد الشيرازي يقول إذا كان متعمد يبطل صيامه على الأحوط. أما عند السيد السيستاني يقول لا ما يبطل صيامه، لكن مكروه كراهة شديدة. وبينا همين شنو هذا المصطلح سابقا. يقول مكروه كراهة شديدة. أما إذا شخص لا إجا يريد يسبح، إجا وغطس كل جسمه بالماي، دخل كل جسمه بالماي ما عدا رأسه، ما عدا رأسه طلعه خارج الماي، زين، فهنا يبطل صيامه؟ يقول له لا صيامك هنا ما بي أي إشكال على رأي السيدين، صيامه ما بي أي إشكال. هذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة، وبهذا اليوم، هي مسألة إذا الصايم دخل رأسه شوية شوية، يسمونه شنو غسل للرأس، غسل للرأس أو رمس للرأس، شلون يصير؟ تدريجي، دفعة فدفعة، دخل الدفعة الأولى نص رأسه، والدفعة الثانية دخل رأسه كله بالماي. هنا شنو الحكم؟ السيد الشيرازي يقول لا ما بي أي إشكال. أما السيد السيستاني يقول إذا الدفعة الثانية اللي غطس بها رأسه بالماء بحيث شنو هو بقى تحت الماء لمدة من الزمن على وجه أنه يكون غطسته الثانية من غطس الجزء الثاني من رأسه تحت الماء، أدخله تحت الماء على وجهه يكون شنو هو؟ يكون عرفا انه بقى تحت الماء شوية، هو مو غطس راسه تدريجي، الغطسة الأولى نص راسه والغطسة الثانية دخل راسه وبقى شنو هو تحت الماء مدة من الزمان، مدة من الزمن عرفية، زين، قلنا انه يقول كراهة شديدة بهذا الموضوع. أما عند سيد الشيرازي فيقول لا ماكو بيها أي كراهة وماكو بيها أي إشكال. هذا والكلام بقي إن شاء الله يأتي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.